يوم المرأة العالمي كان ترند هالأسبوع على جوجل. تم البحث عن فعاليات هالعيد وكيفية الاحتفال بكل أنحاء العالم. كل بلد عنده عاداته وتقاليده. بمصر تم الاحتفال بهالمناسبة من خلال حفل ضخم بعنوان المرأة المصرية أيقونة النجاح، من بين استعراض قدمته الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود يلي غنت بنتي يا بنوتة أنت البطلة في الحدوتة. صدمت النجمة العالمية مادونا جمهورها بصورة مع ابنها بلندن لأول مرة من دون فلتر أو فوتوشوب. هالصورة المسربة شكلت صدمة لمتابعيها يلي اعتبروا أنه شكل وجهها غريب نتيجة سلسلة عمليات تجميلية. أما ثروة الفنانة المصرية فيفي عبده فكانت أيضاً ترند. لفتت الأخبار إلى أنه ثروتها وصلت $50 مليون، إلا أنه مصدر مقرب أكد بتصريحات صحفية عدم صحة كل هالأمر، وأشار إلى أنه ثروتها ما وصلت لهالرقم لهلأ. شفيت غليلك؟ هلا صراحة في بعض المواضيع أنا كنت منبش عنها كمان، بس تعرف قد ما عم بيصير أحداث فنية وغير فنية ضاعت الأمور وكثرت الأمور، فنحن بنحب هيدي الفقرة نركز على أكثر المواضيع يلي تم البحث عنها على جوجل.